السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمد علوي، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نتكلم على حته شويه ليها دعوه، مش هقول دينيه على قد ما هي، احنا كده كده الدين عباره عن حياه، بس الفرق بين التواكل والتوكل. لازم نفهم ان في ناس كتيره جدا مننا فاكره اللي هي بتشتغل في وظيفه او صاحب شركه مستني رزق يجيله لحد رجليه. في ارزاق كده وفي حاجات بيبقى ربنا سبحانه وتعالى رزق بيوكل ليك، لكن 99% من الرزق عباره عن مجهود وسعي. فالنهارده البني ادم اللي بيتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ده حاجه كويسه، وبياخد بالاسباب وبيشتغل وبيتعب يعمل عليه. والبني ادم المتواكل اللي هو جاي بيقعد على الكرسي بيبص على اللابتوب او قاعد بص على التلفزيون او بص على اي حاجه او بص على فيسبوك وعلى تليفونه ومستني الرزق يجيله، ما بتحصلش وعمرها ما هتحصل. لازم تفرق ما بين التوكل والتواكل، لازم تفرق ما بين الجملتين دول كويسين جدا. وطبعا طبعا طبعا اهم حاجه هديها لكم نصيحه، ودي نصيحه انا عشتها عن تجربه، ان الصدقه مفتاح الرزق. لازم تدفع تطلعها، حط في دماغك كده زي رول اللي انت حاططها، ان كل شهر حتى لو دخلي 1000 جنيه هطلع منه لربنا سبحانه وتعالى يسر لي عليه. واتفرج على فتحه الرزق اللي ممكن ربنا يفتحها عليك. ودي ممكن ناس تقول لك ده علم غيب ومش غيب، غيب، احنا كلنا كل حاجه عايشين فيها غيب، لكن الصدقه مفتاح الرزق، التوكل على ربنا سبحانه وتعالى ثم الاسباب، وعدم التواكل احد اسباب الرزق. ربنا يوفقكم ان شاء الله وتشتغلوا وتبقوا من المتوكلين ومن المتصدقين. Thank you.